Yaşa. جناح لا سوريا حامل سلام ضوي شمس بلادي فوق الايام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبر ديلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت اي علوها علو الراي سوريا صارت طاير من فوق الشام نازل عبادة يلاقي رف الحمام عجناح ولا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نترافق فيها معكم بمحطات عديدة ومواضيع متنوعة. اليوم الجمعة، اليوم العطلة، إن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم حامل كل الخير والبركة والمحبة ويكون هيك يوم حلو ومميز للكل. صباح النصر والسلام لأبطالنا، أبطال الجيش العربي السوري. أكيد يوم جديد عم نترافق فيه، والبداية بدي صبح على سالي. صباحو يا سالي. صباحو يا ليا، أكيد يسعد صباحك، صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية. تحيتنا الأولى لحماة الديار حراس الحياة صناع الأمل بقلوبنا. اليوم محطات عديدة من سوريا والعالم بيتضمنها صباحنا، لكن بعد الفاصل. بداية صباحنا سالي ومثل العادة رح نطلع على مجموعة من الأخبار المنوعة ضمن هالتقرير. بداية أخبارنا المنوعة مع دراسة بتهم كتير من الأشخاص حول وضعية النوم، حيث أجرى علماء من الولايات المتحدة دراسة علمية لتحديد أسوأ وضعية للنوم، واكتشفوا أنها النوم على البطن. الدراسة تؤكد أن النوم على البطن له تأثير سلبي على صحة الجسم، والتي تسبب آلام في الظهر. أما أفضل وضعيات النوم على الجانبين،
حيث يصل عدد الذين يستخدمون هذه الوضعية 40%، معظمهم من النساء، وأن النوم على الجانب الأيسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام. ومن عالم الصحة إلى عالم الفن ننتقل، حيث أسس رواد الأعمال الفرنسيين لمجموعة أطلقوا عليها اسم أوبيفيوس، وأقدموا على تصميم خوارزميات يمكنها أن تعيد رسم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار الفنانين عبر تطويرها على جهاز الكمبيوتر. أعلن علماء آثار برتغاليون اكتشاف حطام سفينة يعود تاريخها إلى 400 عام قبالة لشبونة، والتي وصفت بأنها أهم اكتشاف في البلاد منذ عقدين. وتم العثور على الحطام الشهر الماضي عندما صب نهر تاجة على ساحل المحيط الأطلسي في البرتغال. هي كانت أخبارنا المنوعة على اليوم، انطرونا بأخبار جديدة. ليا مثل دايما أحداث عديدة شكلت بتتالية عبر الزمن ذاكرة للأيام. خلونا نتابع مع بعض أبرز الأحداث مثل هاليوم. اليوم 28 أيلول، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1542، المستكشف البرتغالي جواو رودريغنز كابرييلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو كاليفورنيا. وفي عام 1939، بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2015، ظاهرة خسوف القمر الدامي تشاهد في أغلب أقطار إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا. ومن الشخصيات التي سجل تاريخ 1571 تاريخ ميلاده كارافاجيو، رسام إيطالي. وفي عام 1934 بريجيت باردو، ممثلة فرنسية. وبمثل هذا اليوم من عام 1995 سجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، أهم لويس باستور، عالم أحياء دقيقة وكيميائي وفيزيائي فرنسي. وفي عام 1927 فيلم إنتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هالتاريخ. نهاركم سعيد. شخصيات عديدة شهد يوم 28 أيلول على ولادتها أو وفاتها، وشكلت عبر مسيرة حياتها نقطة تحول بالتاريخ. خلونا نتعرف مين شخصيتنا لليوم. لويس باستور، عالم كيميائي فرنسي وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب، ويعرف بدوره في بحث أسباب الأمراض وسبل الوقاية منها. ولد لويس باستور في 27 من كانون الأول من عام 1822 لعائلة فقيرة تعمل في دباغة جلود الحيوانات في مدينة دول. ساهمت اكتشافاته الطبية بتخفيض معدل وفيات حمى النفاس وإعداد لقاحات مضادة لداء الكلب والجمرة الخبيثة.
كما دعمت تجاربه نظرية جرثومية للمرض. كان يعرف لدى عامة الناس بسبب اختراعه طريقة لمعالجة الحليب ومشتقاته لمنعها من التسبب في الأمراض، وهي العملية التي أطلق عليها لاحقاً مصطلح البسترة. يعرف باستور أحد أهم مؤسسي علم الأحياء المجهرية إلى جانب كوهان فريديناند وروبرت كوخ. لدى باستور أيضاً العديد من الاكتشافات في مجال الكيمياء، أبرزها الأساس الجزئي لعدم تماثل بلورات معينة. توفي باستور في 28 أيلول عام 1895 بالقرب من باريس جراء مضاعفات لسلسلة من السكتات الدماغية التي بدأت في عام 1868. يقع جثمانه في معهد باستور في باريس في قبو مذهل يصور إنجازاته على شكل فسيفساء بيزنطية. لياد، ومن محطتنا التالية رح نتوقف مع ندوة أماسي اللي عم بتشكل حالة ثقافية عم بتسلط الضوء كل مرة على شخصية سورية مؤثرة. أماسي بدورتها العشرين استضافت الدكتور سهيل زكار بالمركز الثقافي العربي بمنطقة أبو رمانة حيث حاوره الإعلامي ملهم صالح موجود معنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن أماسي 20 يلي مثل ما ذكرنا استضافت الدكتور سهيل زكار. الحقيقة في هذه الأماسي يعني تواصلنا مع الدكتور زكار ووجهنا له دعوة المشاركة فلبى، وكان لنا يعني شرف القبول. دائما في أماسي نحاول أن نرصد تلك الشخصيات التي أثرت سواء في الذاكرة السورية، في الوجدان السوري، في المشهد الثقافي أو الإبداعي السوري، وبالتالي من هنا يأتي اختيارنا. وأيضا يعني نتواصل مع شخصيات أحيانا المعوقات تكون بعض الترتيبات الزمنية أو الجدول بيكون جدول أعمال الحقيقة يتضارب، فيعني ترجع إلى حين ما. لكن من حسن الحظ والطالع أنه كان برنامج الدكتور سهيل زكار يعني يسمح باستضافته في أماسي. يعني دائما القامات الثقافية الكبيرة هيك ندوات إلى هي ما رح نقول داعمة، هن بيدعموها بالعكس، هي هن بيكبروها. في نقاط معينة ومحاور معينة يمكن تم التركيز عليها للدكتور سهيل زكار، ويمكن في إضاءات معينة أحيانا هو الشخص نفسه أو المؤرخ ذاته بيطلبها، فتم مثلا التركيز على شيء معين. تأكيد بداية يعني كان سبب اختيار الدكتور زكار أنه في هذا العام يعني تكتمل مسيرته أو تصل إلى تقريبا 6 عقود من التأريخ، فطبعا مثل ما تفضلت هي غنية بالمحاور. كان التحضير معه على عدد من المحاور طبعا، وبدأت تتناسب مع زمن الأمسية الحوارية. كان التركيز على يعني مؤلفاته الكبيرة أو الضخمة التي أثر بها الحقيقة المكتبة العربية ورمم بها فجوات في التاريخ العربي. طبعا أيضا ركزنا على جديده، الآن هو يعني يعمل على موسوعة لمدينة القدس أنجز تقريبا نصفها، وأيضا مشاريعه المستقبلية. أيضا عن تجاربه، الأهمية تجربته الحقيقة سالي، يعني دكتور زكار حاول أن يفعل بالتاريخ، بمعنى آخر أن يستخدم التاريخ أداة لمنجز ما. بتعرف أنت التاريخ دائما يوصف بأنه مادة جامدة، مادة دائما بين الكتب وأرقامه، لكن هو خرج من موضوع أن يكون التاريخ جافا أو جامدا إلى حيز التطبيق. بمثال مثلا، كان عضو في لجنة ترميم الجامع الأموي، وطبعا يشهد الكادر الهندسي وجميع الأعضاء بأهمية يعني وجوده ودوره أثناء ترميم الجامع الأموي اللي ظلت مدة تقريبا 10 سنوات، وكان هو بتكليف رئاسي.
أيضا الحقيقة مساهمته في أعمال درامية هامة تاريخية كمستشار وكمدقق تاريخي، تخريجه لأجيال الحقيقة عدد كبير من الأجيال، يعني سواء بالإشراف عليهم أو بتخريجهم أو كمان حضور طلابه كان من الأمور الحقيقة الحميمية، يعني طلابه سواء اليوم دكاترة بيدرسوا أو سواء طلاب دراسات عليا أو سواء طلاب جامعيين، يعني هذه التجربة أو هذه القامة بعد 6 عقود من التاريخ لا زالت تنضح ولا زالت تعطي. نعم، خلينا هيك شوي نحكي، هل تطرقتوا لجوانب شخصية من حياة الدكتور سهيل، يعني هي الحالة الاستثنائية بشخصيته تطرقتوا لها ضويتوا عليها؟ خلينا نعرف هيك كمان بعض أسرار هي الشخصية الاستثنائية. نعم، ليا نحن في أماسي نزعم بأن الشخصي يعني لا ينفصل عن الموضوع أو عن العام، فرجل بهذه القامة بالتأكيد نبحث أولا في يعني كيف وصل إلى هذا الإبداع، بمعنى آخر أننا ندخل يعني في نشأته وفي ولادته ونشأته والأسرة وما إلى ذلك، وأيضا لاحقا نصل إلى العائلة الصغيرة التي استطاع أن يكونها. دكتور زكار الحقيقة أيضا يعني من اللافت أنه لديه 4 أولاد كلهم خريجين كلية الطب، والآن يعني لهم إسهامات طبية أيضا هامة ويشار لها بالبنان، فإذا استطاع هذا القامة أيضا أن يؤسس أسرة سورية نموذجية، يعني أعتقد أنها يعني مثار فخر واعتزاز. نعم. بالتالي الموضوع الشخصي أكيد هام جدا، يعني التحديات اللي واجهها سواء بالدراسة أو سواء اليوم. بالمناسبة الدكتور زكار حائز على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1969، فيعني طبعا ودرس في جامعة دمشق، وطبعا يمكن سيرة ذاتية ضخمة وحافلة ملهم. رح نتابع حديثنا معك بعد نشوف الأجواء بأماسي 20 يلي وثقتها كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا ريم سليمان. باحث ومؤرخ ومحقق تعرفه الأجيال العربية من المحيط إلى الخليج. سهيل زكار أثر المرتبة بدأنا حكايتنا بالحوار من مسلسل هارون الرشيد، ويبدو أن الحوار بده يتطور، والآن عم بسمع عن قضية تكريم وغير تكريم. أنا من جيل إن نقاتل كي يرضى الجهاد بنا، لسنا نقاتل كي يرضى بنا عمر، وأنا من جيل فقط يعني حتى الآن مع المتقدم السن شبه قطر المكتب حوالي 12 ساعة على الأقل، وبمر كل أسبوع على الأقل كتاب أو كتابين جدد بالعربية أو بغير العربية بخلاف. وأنا موقف نفسي فقط على الجانب الحضاري، دمشق حاولوا إغراء بغراق سياسيا، أنا سعيد لأقول إن دمشق ابن عساكر ونور الدين اللي صمدت في وجه الحملة الصليبية الثانية وغيرها، دمشق الآن ستصمد في وجه CIA.
من بعد ما شفنا يمكن بعض أجواء أماسي، خلينا نحكي عن الدكتور سهيل، قديش هو كان حابب وقديش يمكن هذا الطرح، كيف عبر لك من بعد الندوة عن محبته عن امتنانه يمكن، أو يمكن حب أنه الإضاءة بهيك أمسية يمكن؟ طبعا يعني ليا هذه القامة وهذه الشخصية، طبعا يعني انت بتعرفي بسبب العمر غالبا هو يعني في مكتبته اغلب نهاره في مكتبته، لا يخرج الا للضرورة. فاليوم ان يعني تستحضري هذه الشخصية وتحاوريها بذاتها ويشعر بانه ما زال في الذاكرة والوجدان والتأثير. يعني انا البارح الحقيقة فوجئت بكثير شخصيات كانت حاضرة لأنه هو كان دكتور أو أستاذهم بالجامعة. أيضا استعينا في أماسي إلى أيضا دعوة شخصيات بحب الدكتور سهيل زكار، يعني رافقته بمسيرته بمراحل معينة. أثناء التحضير كان يقلي عن بعض الشخصيات وكنت أنا أسأله دائما أنه أنت من أمتى ما شفتهم، فأي شخصية كان في فارق زمني كنت الحقيقة أحاول أتواصل معه. فحضور شخصيات مهمة أيضا شاركت في الأمسية طبعا وحاورتنا كثير، كان شعوره مثل ما قلت لك شعور يعني بالغبطة والسعادة. بالمناسبة حتى أنا غالبا ما بعرف يعني رح أقول السر أول مرة بقوله، أنا بخفي عن ضيوفي أنه في تكريم، يعني لحتى بس كبر المفاجأة أو الإحساس بالمفاجأة. وهن يعني غالبا لما بيجوا على أماسي بتكون الدعوة لأمسية حوارية، يعني أمسية حوارية في مسيرته، فبيتفاجأ من بالسؤال انه استاذ سهيل شو شعورك بالتكريم، هو لسه قبل ما يوصل يعني. فبيقول لهم ما يعني انا ما 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 ماني فهمان انه في تكريم، انا بعرف انه في أمسية حوارية. حلو. طبعا بالتالي ايه اكيد يعني هي العوامل، زائد انه انا بحاول فاجئه برسائل من مثلا انا حصلت على بعض الرسائل المصوره، يعني مقاطع فيديو من اولاده اللي هن بالمغترب بعثوا له عم يهنوا على التكريم. فكل هي الحقيقه العوامل بحاول اشتغل كثير اكيد على الجانب العاطفي والجانب الوجداني للضيف، بس لحاول لانه بشعر انه هي امسيته. وبالتالي هذا الاحتكاك معه وهذا العطاء وبيبوح بامور ويعني بتجول بخلده او بمسيرته مثل ما قلت لك لنستفيد منا ونعرف ليش هي القامات صارت بهذا المستوى من الإبداع ومدى تمسك الحقيقة. يعني برغم العروض ساري يعني أنت بتتفاجئي من النقاط الهامة جدا، مثلا المحاور اللي أثرناها أنه كان في محاولات عدة وذكرناها طبعا وحددنا تاريخ حتى محاولات لاستقطابه إلى الخارج أو على الأقل لتجنيده. نعم. يعني لتجنيده والاستفادة. نعم. لتجنيده لقوى معادية للاستفادة من خبراته. أه. في التاريخ وكان دائما الحقيقة يرفض. واللافت في سهيل زكار محافظ الألقاب أنه ساري تخيل يعتذر عن أي منصب رشح له سواء إداري أو علمي. نعم. أو ربما وصل أحيانا إلى وزاري. كان دائما متفرغ للبحث، يعني رهانه على الكتاب ورهانه على التعليم وعلى أن يكون التاريخ فاعل وليس فقط أنه يعني أن يشغله منصب أو يعني ما كان دائما هذا الهدف الأساسي له هو كان كتابته وحياته الخاصة بعيدا عن تشعبات أخرى. يعني خلينا نفوت بأماسي، أماسي دائما تختار شخصيات معينة لتكون مثل ما بنقول البطلة بأماسي، مين الشخصيات اللي بيتم انتقاءها على أي أساس ومين شخصيتكم القادمة؟ نعم هلأ الحقيقة كيف المعايير بتم؟ أول معيار هو أن يكون قامة وسورية، سورية نعني هنا بمعنى وطني يعني. نعم. وأن يكون له حضور سواء في الذاكرة أو في الوجدان. وأيضا نهتم في أماسي بمن جانبهم الضوء ولو قليلا، يعني ابتعدوا عن الضوء قليلا، هم الآن في الكواليس نبحث عنهم ونفتش عنهم لنعود ونشكرهم أنهم موجودين يعني في ذاكرتنا في وجداننا. ضيف أماسي القادم الحقيقة يعني هي مشكلة وضعت إيدك عليها سالي ببراعة الحقيقة، لأنه أنا بحضر 4-5 ملفات ليزبط ملف. مثل ما قلت لك هذه الشرائح أو هذه القامات جدولها مليء.
يعني الدكتور زكار مثل ما حكى اليوم يعني عنده تقريبا 12 ساعة عمل باليوم وهو في هذا العمر، الله يعطي طولة العمر والصحة. الحقيقة فأغلب الشخصيات بتتضارب وقتها يعني، فما بعرف في عدد من الشخصيات، وبتمنى أنتوا كمان بالأخبارية كزملاء وشركاء أكيد بهذه الأمسية دائما أنتوا بتساهموا بتغطيتها وبتسليط الضوء طبعا على هذه الأمسية وعلى أي يعني نشاط نوعي ثقافي أو فني. الحقيقة مشكورين، وبتمنى بالعكس أن الاقتراح مفتوح من الجميع، يعني بحاول أنه استمزج الآراء وأن نقف على شخصية الحقيقة يتفق الجميع على سوريتها. نعم، بالختام لمين بتحب توجه شكر، ولمين يمكن بتحب تقول شكرا لنجاح أماسي بكل مرة؟ طبعا يعني إذا ذكرت حدا قبل حدا ما بيعني هو، بس نحن كلياتنا شركاء بالتأكيد. طبعا كوني اليوم أنا في حضرتكم ما ممكن أنسى دور الإخبارية ودور أيضا الإعلام الوطني السوري. لولا الإعلام الوطني السوري لما خرجت أماسي من أربع جدران، يعني لظلت حبيسة في أربع جدران اللي هو يعني قاعة المحاضرات، ولكن خروجها إلى العلن وإلى المشهد الكبير هو بفضل وسائل الإعلام أكيد والتركيز عليها. أيضا لوزارة الثقافة التي ما زالت تتبنى هذا المشروع وما زالت تدعمه وترعاه، وإن شاء الله يعني الخطة القادمة أن تكون أماسي، يعني نحاول ونبحث في كيف يمكن لأماسي أن تجول سوريا، لأنه بتعرفي ليا الإبداع ليس محصورا في دمشق. وأنا طبعا بالتأكيد أنا أحاول دائما أن أقول أن سوريا ليست دمشق فقط، وأنا معني أو أماسي معنية بكل المبدعين السوريين. نحاول إن شاء الله أن نصل إلى المحافظات الأخرى، لكن في ترتيبات وإجراءات معينة هي ربما التي نعوز، يعني هي دراسة أو بعض التخطيط يعني إن شاء الله لتنفيذها. يلا موفقين يا رب، وهيك إن شاء الله أماسي بتكون بكل سوريا وأكثر إن شاء الله. شكرا، كل التوفيق أكيد لكم دائما. الفعاليات الثقافية اللي نحن متعودين عليها واللي ما توقفت حتى بفترة الحرب وضمن الظروف، بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، وإن شاء الله هيك بيكون لنا لقاءات تانية مع ضيوف جداد إن شاء الله. شكرا سالي، شكرا ليا، وشكرا للإخبارية السورية. أهلا وسهلا. محطتنا التالية مشاهدينا من فندق شيراتون دمشق يلي احتضن المؤتمر السنوي لرابطة طب الأورام، تفاصيل أوفى من تابعها بهذه المادة. مؤتمرنا اليوم هو المؤتمر السنوي للرابطة السورية بالأورام اللي عم ينعقد بالتعاون مع الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي. طبعا المؤتمر عم ينعقد بحضور كافة الأطباء العاملين في مجال تشخيص ومعالجة الأورام في سوريا بمختلف المحافظات بمختلف المشافي، بهدف تبادل الخبرات، عرض آخر ما توصل إليه العلم، تبادل المعلومات بهدف الوصول لخدمة أفضل للمرضى المصابين بهالأورام. اليوم الرابطة السورية للأورام تقيم مؤتمرها الدوري حول الجديد في الأورام والآفاق الجديدة، مما يشكل قيمة مضافة لتطوير العمل الطبي ومحطة جديدة لتبادل الخبرات وعرض الدراسات البحثية المحلية والتعريف على العلاجات والتشخيص الحديثة إلى أي أحدث ما توصل إليه العالم واستخدامه وتطبيقه على الأرض التخفيف من الاختلاطات وتحسين البقية ونوعية حياة المرضى والتخفيف من أو التقليل من الوفيات. محاضراتنا اليوم هي مو بس التركيز على مستجدات علاجات سرطان الثدي، ولكن أيضا في سوريا، إنه نحن حاليا وما زلنا حتى خلال الحرب كلها، يمكن الناس ما بتعرف إنه مراكز الدولة وأول مشفى البيروني الجامعي اللي أنا بخدم فيه المرضى هني كرئيس شعبة الثدي، في عنا أحدث العلاجات متاحة خلال كل الحرب وطبعا بدون أي تكاليف. طبعا بهالمؤتمر تخصصت عدة محاضرات بتحكي عن الأبديتس آخر شيء بعلم الأورام، خاصة بأمراض الدم، الأورام الصلبة، أورام الرئة وأورام الثدي.
نحن مؤتمرنا معظم اللقاءات متخصص بيحكي عن المستجدات العالميه، بالاضافه للحكايه يعني نحكي عن بعض الابحاث المنشوره عالميا والمنجزه محليا بمشافينا. هلا صار الوقت لنروح بجوله على ابرز الاخبار الثقافيه، والبدايه من دمشق حيث تناولت الندوه الشهريه الثامنه سوريات صنعنا المجد التي اقيمت في مكتبه الاسد الوطنيه. اكيد حياه وشعر الشاعره الراحله عزيزه هارون، تفاصيل اوفى بالماده التاليه. هذه الندوة هي واحدة من الندوات التي تقيمها وزارة الثقافة وسميت ندوة الأربعاء، تقيمها حول شخصية فكرية أو أدبية أو ثقافية سورية أثرت في المشهد الثقافي السوري. كل شهر تقيم ندوة واحدة. في هذه الفترة هناك تركيز على يعني شخصيات لنقل نسوية استطاعت أن تلعب دورا مهما في التاريخ الثقافي والأدبي لسوريا. الندوة الثامنة خصصت للشاعرة السورية عزيزة هارون، وهي من أوائل أو من جيل مي زيادة أو من الجيل الذي دعا إلى تحرير المرأة من ربقة التقاليد والتقاليد الاجتماعية الشرقية. وتعالج هذه الندوة ثلاثة محاور في شعرها. المحور الأول التراث العربي وتجلياته في شعر عزيزة هارون. المحور الثاني شعر الغزل في شعر عزيزة هارون. الموضوع الثالث أصداء الحياة الاجتماعية وانعكاسها في شعر عزيزة هارون. تأتي هذه الندوة في تكريم مجموعة من النساء السوريات اللواتي تركن بصمة تذكر وتروى في الحياة الثقافية السورية العامة. رح ننتقل إلى خبرنا التالي، فقد اختتمت فعاليات مهرجان الحسكة المسرحي السادس بعروضه المخصصة للأطفال، والذي أقيم على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. تفاصيل أوفى من تبع بمراسلنا مع مراسلنا بالحسكة أحمد الحمدوس. بدعم من وزارة التربية تستمر الفعاليات الفنية والثقافية لدعم الطلاب في المدارس ورعاية المواهب، حيث اختتمت فعاليات مهرجان الحسكة المسرح السادس بعروضه المخصصة للأطفال، والذي أقيم على خشبة المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة. هذه العروض بشكل أو بآخر تسعى قبل كل شيء إلى زرع الابتسامة لدى هؤلاء الأطفال. هناك الكثير من الأفكار التي ربما إن قمنا بتفسيرها فربما هي تصلح للكبار والصغار في آن واحد. تكريم يعني لكل ممثل مسرحي هاوي يعني الكثير كثير، أنه هذا الجهد خلال هذه 30 سنة المضت لم تذهب هداء ولم تذهب هدرا، فالتكريم يعطيك حافز أنه أنت
تعطي أكثر ما عندك وتعمل أعمال تستحق التكريم، هذا التكريم الذي تم اليوم. اليوم وبهذا الظرف يعني رح نوجه رسائلنا للأطفال، لأنه الأطفال رسائل للأطفال التوعية الفكر، يعني الأطفال بحاجة إلى أنه يخرجوا من الأجواء اللي عشناها في السنوات الماضية. يعني فعلا سنوات صعبة كانت على الأطفال وعلى الكبار، يعني فإن شاء الله يعني الأطفال رح ياخذوا شيء جميل من المسرح. المهرجان تضمن 5 عروض مسرحية يجمعها قواسم مشتركة تسعى إلى زرع الابتسامة لدى الأطفال وتوجيه الأفكار السامية والنبيلة بأسلوب لطيف أقرب إلى أسلوب اللعب والمشاركة والحالة التفاعلية بين الصالة والخشبة. اليوم لما بنشوف أنه الصالة إذا كانت تسعى مثلا ل 300 طفل أو 300 متفرج، كان في عندنا ممكن بحدود 500 أو أكثر، فهذا دليل على مرحلة تعافي، دليل على مرحلة قادمة إن شاء الله تكون أجمل وأفضل في بلدنا. بهجة الأطفال حلوة اليوم وشهادتهم المسرح حلوة، وكان يشوقون يشوفون جديد مسرح وجديد عمل، وإن شاء الله الأيام شوي شوي راح تظهر ويكون طبيعة حلوة للأطفال. تعلمنا إن اليوم نكون إيد واحدة وما نخلي حدا يفوت علينا غريب. تعلمنا إنه لازم أول ما يجي الخبر لازم نتأكد منه إنه صح. تعلمنا من المسرحية إنه الغريب يعني يسوي فتنات بين الأخوان. المهرجان كان كتير حلو. وتضمن المهرجان أيضا 4 محاضرات مختصة بالعمل المسرحي وعلاقته بالمجتمع، بالإضافة لتكريم الفنان المسرحي عبد الله الزاهد الذي قضى أكثر من 30 عاما في المسرح. ليا رح نروح لخبرنا الأخير، حيث انطلق في محافظة السويداء وعلى مسرح الثقافة بحضور جماهيري كبير المهرجان الثقافي الأندونيسي في السويداء بحضور السفير الأندونيسي في سوريا. تفاصيل أوفى مع مراسلنا شام حمدان. انطلق في محافظة السويداء وعلى مسرح الثقافة بحضور جماهيري كبير المهرجان الثقافي الأندونيسي في السويداء بحضور السفير الأندونيسي في سوريا. بدأ المهرجان بدقيقة صمت تلاها الناشدين الوطنيين الأندونيسي والناشد السوري. تأتي هذه الفعالية لإظهار الثقافة التي تحملها أندونيسيا وتقدمها إلى سوريا وخاصة في السويداء، لما للسويداء من مكانة هامة في نشر ثقافتين معا، الثقافة الوطنية الجمعية والثقافة البيئية الزراعية والاستثمارية والمناخ الاستثماري الذي يلائم البلدين الشقيقين. وهذه الفعالية هي تأتي في إطار التعاون الوثيق بين أندونيسيا والجمهورية العربية السورية. طبعا نحن عملنا يعني أقمنا بعض يعني فعاليات ونشاطات الثقافية في كثير من المحافظات، كمحافظة لاذقية، محافظة حلب وحمص، فنريد أيضا أن نقيم في الجنوب، فهذا في سويدا أول مرة يعني في تاريخ سفارة إقامة مثل هذا المهرجان. فإن شاء الله يعني هذا ليس الأخير وإنما بداية، ف نقيمه أيضا إن شاء الله. الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التبادل العلمي والثقافي والاقتصادي، وهذه أول خطوة بمحافظة السويداء وأول مرة بيجوا على المهرجان. والشكر الكبير لاهتمام السيد المحافظ والسيد أمين الفرع وكافة الفعاليات بإنجاح هذا المهرجان. كلمات تعبر عن عمق العلاقة والصداقة بين الشعبين ألقاها المشاركون في المهرجان، وقدم خلال الحفل عروض فنية ومسرحية من تراث البلدين، وذلك لإبراز أهمية التعاون الثقافي بين جميع الشعوب على مستوى العالم. لهون جولتنا الثقافية بتكون وصلت لنهايتها، أكيد متابعين بباقي فقراتنا، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع. ليا اليوم ضمن صباحنا غير رح نتفرد أو نفرد
مساحة خاصة للحديث عن ثقافة التطوع. ما هي ثقافة التطوع وما هي دورها في مرحلة بناء الذات الإنسانية وكم نحتاجها في مرحلة إعادة الأعمار؟ أمور رح ناقشها مع صفاء ديوب، أكيد ماجستير تخطيط اجتماعي واقتصادي. أهلا وسهلا فيكي صفاء. أهلا وسهلا فيكي. سعد صباحك. سعد صباحكم. أهلا وسهلا صفاء. صفاء بالبداية خلينا هيك نحكي، يمكن خلال سنوات الأزمة شفنا كثير من الأعمال التطوعية، شفنا كثير من ثقافة التطوع انتشرت بين الشباب. خلينا نحكي أكثر شو هي الآلية الصحيحة للتطوع أو لثقافة التطوع وخاصة انتشارها في الأزمات. أول شيء صباح الفرح والنصر لسوريا ولجميع السادة المشاهدين. التطوع بنشوف يعني أنه كل ما زادت العمليات التطوعية أو كل ما زاد التطوع بالمجتمع، فيعني التطوع يعني تطور، فدائما في علاقة ترابطية بين التطور وبين التطوع. بكل المجتمعات بنشوف قدي نسبة التطوع بتكون موجودة، بنشوف الشباب كيف بيكون يعني أنه عم بيساهم وعم بيسارع لحتى يشارك ليبني ليساهم ليساعد ليقدم مساعدة. وشفنا بمرحلة الأزمة يلي عانينا منها، يلي مرت منها سوريا، فيها سوريا، كيف كل الشباب حقيقة نسبة لا بأس فيها من الشباب مبادرات تطوعية بمساهمات كتير بسيطة كانت بالبدايات، ولكن كان لها أثر كتير كبير. ثقافة التطوع هي موجودة، ولكن نحن عنا أحيانا ببعض الأماكن أو ببعض طبيعة النشاط أو طبيعة التطوع نحن بحاجة لتعزيز هاي الثقافة. فكتير منشوف أنه شباب هنون بس يصير نشاط تطوعي أو بس تكون حملة تطوعية بيروحوا يشاركوا فيها، بس ما بيعرفوا أنه هنون ليش رايحين يشاركوا فيها، وما عندهم هذا الانطباع أنه شو الأثر الممكن يلي حيتركوه فيما بعد. لذلك أنه نحن كتير بحاجة حقيقة لحتى نعزز هاي الثقافة وننميها أكثر وأكثر، تحديدا لجيل الشباب باعتبار نحن مقبلين بمرحلة إعادة إعمار سوريا. وعادة دائما نحكي إعادة الإعمار، فنحن أو بيتراءى للآخرين إعادة الإعمار يعني مقصود فيها هي إعادة البنى تماما، إعادة البنى التحتية، إعادة الأبنية، إعادة الهياكل، وإلا أنه هي أنه حقيقة بناء الإنسان بيجي لسه بمرحلة بظن يعني أكثر خطورة وأكثر إلحاح لحتى نساهم ببناء الإنسان. دائما نحن بدنا نبني الأجيال لبناء الأوطان، لذلك أنه بدنا نركز كتير على على بناء الإنسان لحتى يتعزز ويتطور مهارته ويكون أكثر قدرة ليواجه المشاكل والأزمات اللي بيمر فيها. صحيح. يعني يا صفاء نقطة كتير مهمة، بناء الإنسان، هو الإنسان حيبني الحجر، فنحن إذا بنينا الإنسان فهو الإنسان حيكون في أفق واسع ليقدر يبني وطنه. قديش لازم نكون مهمة هيدا الثقافة، وقديش لازم يكون في كوادر مؤهلة لبناء الإنسان بشكل خلينا نقول صحيح وسليم. دائما نحن نشوف الشباب مندفعين بدهم يتطوعوا، ولكن في نقاط معينة لازم الكوادر يركزوا عليها مع الشباب. شو هي أهم؟ هلا بناء الكادر بحقيقة كتير كتير مهم، وكتير منشوف إنه شباب بتنفر من إنه تروح تشارك أو بتمانع إنه تروح تشارك بحملة تطوعية من خلال إنه الشباب الموجودين فيها. لذلك نحن دائما بحاجة لبناء كادر. هذا البناء الكادر إنه هو بده يعمل، بده يجذب الفريق، وبده ينمي له أفكاره الثقافية، وبده يحطه بحيثيات إنه الفكرة التطوعية كلها قد عم تترك انطباع إيجابي، قد عم بيساهم هو كمان لحتى تحقق ذاته، رح يتوعى إنه أيضا كمان إنه رح يتعرف على علاقات حتسمح له علاقات، حتتعزز شخصية هذا الشاب اللي أو الصبية اللي عم يروح يتطوع. وبالتالي انه من خلال تعزيز انه حيتامن له فرص عمل. احيانا كثير الاعمال التطوعيه بتساعدهم ببناء بتامين فرص عمل، والتطوع كثير بيشمل جوانب. احيانا تلاقي مثلا متطوعين بالجانب الاجتماعي، بالجانب الثقافي، بالجانب التربوي، بالجانب البيئي، بقى كل بقى انه مثلا حسب كل حدا انه وين ميوله بنحاول نعززها. لذلك انه الفريق
حقيقة أو تحديدا إدارة الفريق كتير 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 مهمة. خلينا نعتبر أنه هي وسيلة جذب للشباب لحتى تتعزز عندهم ثقافة التطوع أكثر وأكثر. نعم. طب ثقافة التطوع كيف فيها هي هيك نزرعها أو نغرسها بأولادنا من هن وصغار؟ يمكن ثقافة التطوع في المنزل أو في المدرسة كيف لازم تكون بالشكل الصحيح لحتى بس يكبر هذا الجيل هو الجيل يلي رح يبني الوطن؟ ليس أهم تماما، فكرة كتير كتير رائعة. دائما الأسرة بتلعب دور كتير كبير بتنمية هالفكرة عند أبنائها. مثلا أنه يعني أنه بالبيت ست البيت لازم الطفل يساهم بترتيب البيت بأشياء كتير بسيطة، أنه بس هو لحتى يحس، ممكن ما يعمله مزبوط بس هو ليحس أنه هو يشارك، لحتى يعرف أنه هو له دور بالبيت كمان لازم يساهم فيه. على القليلة يمكن طاولة الأكل هي الحد الأدنى، أو الحد الأدنى يضب كتبه وكتب المدرسة اللي عم يدرس يلي عم يدرس فيها. الشغلة الثانية إنه يلي كتير الأسرة بتعززها عند أبنائها الشارع الموجود جنب المنزل، يعني إنه هذا كتير مهم إنه مثلاً الكبار الموجودين بالمنطقة يعملوا حملة نظافة، انه مالي انه ما نستنى نحن عامل نظافه لحتى يجي لينظف الشارع اللي قدام بيتنا، نحن خلينا الكبار ننزل وخلي الاطفال الموجودين معنا يشوفوا ويشاركوا ويساهموا، انه مالي انه هذا بيتنا بالنتيجه، انه احنا عم نمشي فيه هون وعم نقعد هون وعم بياثر، عم يصير تلوث بصري حقيقه اذا كان في منظر غير لائق يعني. فنحن لما نعمل اشياء لها اثر قيمة حقيقية وإلا أثر تربوي عم نغرسها شوي شوي بأذهان الطفل، وهيك لما يكبر شوي شوي لما يروح على مدرسته هذا الطفل إذا بإيده محرمي أو بإيده أي شيء أكيد ما حيرميه على الأرض، لأنه راح يروح يدور على المكان تماما، راح يحس الفكرة أو القيمة اللي زرعتها الأسرة بخياله بمخيلته من خلال أنه ممارساتهم راح يطبقها بالمجتمع، وهكذا شوي شوي النواتي بتكبر لحتى تصير أنه ثقافة عامة. صفاء، أكيد مفهوم التطوع هو مفهوم واسع، وين منلاقي التطوع بين الثقافة، ثقافة الحياة وبين المظاهر الاجتماعية؟ يعني دائما التطوع هو إذا بده يكون نابع من النفس الإنسانية ومن الذات أكثر ما أنه إحنا متطوعين شوفونا. تماما حقيقة. هلا النسبة الغالبة انه هي انه ناس انه رايحين نتطوع، احنا رايحين نشتغل، يعني انه فعلا انه احنا في عندنا شغل بيضربوا العالم من نية يعني. تماما، احنا في عندنا شغل بدنا نروح نشتغله. اما انه احنا رايحين بس هيك انه فقاعة اعلامية او نخلص تعالوا شوفونا نحن عملنا هاي الشغلة هون بهالمنطقة وخلص حملنا حالنا ورحنا، موجودة هاي الظاهرة، ما فينا نقول انا ما انا موجودة، ولكن نسبتها قليلة، وهي من احد السلبيات اللي عم تأثر على الشباب التطوع، لانه انه هذا الشاب او هاي المجموعه او اي حدا انه عمل هاي الحمله التطوعيه، وطب ونحن رحنا الشباب بيقول طب نحن رحنا ساهمنا واشتغلنا، طب ما عليه كمان هذا الشاب اللي راح تطوع ومنح من وقته لحتى يقدم خدمه او ليقدم شيء، كمان من واجب الفريق التطوعي يخلوه شكرا، يعني انه او مو بس هو لحاله يطلع، انه دائما ما في حدا بيصل للقمه بمفرده، دائما هي مجموعه، دائما احنا بدنا نعزز ثقافه المجموعه، فمشان ما نبخس حقيقه حق الشباب التطوعي. نعم. فالنسبه العظمى من الشباب هنو رايحين لحتى فعلا يتطوعوا لحتى يشتغلوا، ولكن احيانا بتكون موجوده عند البعض ما بيعرفوا هن انه شو الاثر اللي حيتركوه. هلا هون بحاجه بقى نحن لنعزز هاي الثقافه لحتى نخبروا انه شو الاثر يلي تركوا. كثير بنشوف مثلا المرضى، طب نحن انه طب انا كشاب انه انا اكيد ما حفيني اقدم لهم شيء، بس احيانا بروح لعندهم انه بصبح عليهم سلم عليهم بتطمن على صحتهم، انه على الاقل هذا المريض بحس انه ما علي انه حدا مهتم فيه، حدا اجى شافه، بتروحي انه مثلا لحدا عنده مشكله عنده ازمه انه بتساعدي انه كيف يتجاوز هالمشكله كيف يتجاوز احيانا الكلمه هي انه بتترك اثر كثير مهم. لذلك انه الشباب الموجود بسوريا مشان ما نبخس حقهم انه للامانه هنن مبادرات فرديه طلعت، بالمقابل انه في اشياء بسيطه انه ما فينا نعممها اكثر على الشباب التطوعي اللي رايحين لحتى يتركوا فعلا اثر، وشفنا كيف كانوا ايد وحده مع رجال الجيش العربي السوري، كيف كانوا ايد وحده مع القطاع الحكومي لحتى يساهموا بالبناء باعاده البناء.
نعم. نحن هلا ما بعد يمكن الحرب والانتصارات يلي حققوها ابطالنا ابطال الجيش العربي السوري فايتين ان شاء الله بمرحله اعاده الاعمار، ومثل ما ذكرتي يمكن هي اهم مرحله اليوم. قديش دور الشباب وخاصه الشباب التطوعي مهم بهذه المرحله، وايضا دور شكرا او الامتنان لتطوع هدول الشباب باعاده الاعمار كمان كتير مهم، وبيعطي حافز أكتر وأكتر لحتى يمكن يقدموا لهذا الشباب للبلد. تماماً، هلأ كتير مهمة بكل دول العالم لما بيكون في أزمات أكيد القطاع العام لحاله ما عنده قدرة، أو ما عنده قدرة يعني ما راح إنه يؤدي الشكل الأمثل بكافة الجوانب، فطبيعي إنه المجتمع المدني والشباب لازم يساهموا. كتير مثلاً شفنا منظمات كتير عم تعمل حملات كتير رائعة عم تكون لها أثر كتير على الأرض، تحديدا بعد ما أنه في مناطق بعد ما طهرت من رسل المجموعات الإرهابية من الدمار يلي ألحقوا، كيف أنه من خلال أنه أحيانا منشوف بناء أنه تقريبا على الهيكل صار، كيف شفنا أنه منشوف شباب راحوا مباشرة أنه حملات نظافة إعادة بناء وخلص، يعني أنه اعتبروا أنه هذا المنطقة أو هذا البيت أو هاي المدرسة هي مدرستهم، أنه بالنتيجة هن أولادهم هن أخوتهم يلي راح يتدربوا، وما راح يستنوا لحتى يجي قطاع الدولي لحتى يشارك، ولكن انه اكيد قطاع الدولي او القطاع الحكومي هو مساهم، عم بيساعدهم عم بيقدم لهم مواد اوليه لحتى هنن يساعدوا، ولكن انه هنن جهدهم عم بيقدموا. وشفنا في كثير مناطق بسوريا قديش كانت مهمه، وكيف دغري مباشره الناس راح تبلشت انه خلص الحياه بدها تستمر، نحن بدنا نرجع نعيش من ابسط شيء، بدنا نعمل شيء، وبدنا نحاول نخلق يعني انه من هالدمار نخلق منه لوحه فسيفسائي، مثل ما شفنا النفق يلي بجوبر كيف حولوا شباب تماما، حولوا لمتحف، يعني انه بالمقابل نحن كمان ما بدنا ننسى او نتناسى شو يلي صار فينا، بس خلص الحياه بدها تستمر، بدنا نرجع نطلع من جديد ونبلش بقوه اكثر واكثر، وبدنا نعيش برفاهيه وبمحبة. أكيد بدنا نعمرها وبدنا نعيش وتستمر الحياة. دائما المواقف بتكشف معادن الأشخاص، وخلينا نقول أيضا الأزمات يمكن بينت وكشفت قديش في عنا شباب معطاء. نحن بدنا نحكي بالجانب الإيجابي دائما، نحن بنحط بعيننا الجانب الإيجابي بغض النظر عن سلبيات الأزمة. بينت قديش الشباب في عندهم روح العطاء. شفنا كتير شباب يعني متطوعين لخدمة أفراد الجيش العربي السوري، قديش حسيتي بهيدي الروح، وقديش كنا نعطي قوة لبعض، يعني معلش نحن بنلعب ببعض في حال كان بده أي حدا مساعدة. إنجاز بصراحة، إنجاز كتير مهم لحد الآن لما منروح أنه مثلا هذا العنصر من الجيش العربي السوري اللي موجود على الحاجز، يعني أنه أحيانا منروح منقدم له سكرة، يعني قد هي السكرة قديش ما أنا بسيطة ما إلقي، بس نحن على الأقل عم نقول له شكرا، يعني نحن موجودين كمان معكم لحتى نساعد كمان ببسط الأمان، نحن موجودين، نحن فينا إذا صح التعبير إنه العين الثالثة، فكلياتنا حنكون شركاء، كل واحد مننا بمكان عمله راح يكون انه شريك باعاده البناء، شريك انه كمان انه بيقول انه شكرا للاخر، يعني انه دائما الكلمات الايجابيه حقيقه بتعزز. اكيد وبتدعم تماما، يعني بتدعم كثير، انه بصير انا بعطي لما بحس حدا عم يهتم فيني انا بعطي بمحبه اكثر، بعطي كل عندي، كل شيء عندي فيه، بعتبر انه هذا الشخص او هذا المكان هو مكان انا يلي عم عيش فيه، يلي هذا كيف بحب اني املكه، هيك انه هيك بهتم فيه، يعني لما بشوف انه هالاندفاع، لما اللي بشوف انه الكل عم بيشارك، فما معقول انا كمان انه بكون هيك انطوائيه، فلا بالعكس انه فعلا شفنا جيل الشباب الموجود شكر كتير كبير كان لهم، كيف كانوا رديف حقيقي للرجال الجيش العربي السوري كلهم بالمكان موقعه، وكيف كانوا عم بيساهموا دون مقابل. نعم. صفاء، قبل ما ننهي حديث
نفسنا، بس يعني بس خلينا ننوه لنقطة، في كتير من الفرق التطوعية هي موجودة هلأ بالبلد وظهرت وكان لها شغل على أرض الواقع، بس في فرق يمكن نجحت بشغلها وأدته على أكمل وجه، وفي فرق يمكن ما قدرت تقدم الشيء اللي قدموه باقي رفقاتها بالوطن. خلينا نحكي عن فكرة النجاح، نجاح الفريق الواحد بالعمل وخاصة العمل التطوعي. تماما. هلا أهم فكرة للنجاح إنه نحن بدنا نكون عنا خطة، هاي الخطة بدها تكون مبرمجة ومقسمة وموزعة على الفريق الموجود معنا. ما في يمكن فريق تطوعي عمل إنه فريق اشتغل بروح الفريق وفشل. هلا الفرق او بالاحرى انه ما فينا نقول انه فشل، انه كان اقل نجاح من الفرق التطوعيه الاخرى. دائما لما بيكون في عندنا هدف واضح، خطه واضحه، الكل بيشتغل عليها، كل حدا من اعضاء الفريق بيعرف دوره، بيعرف شو المطلوب منه، اكيد في تحديات كثير بتكون موجوده تماما، بس بروح العطاء، بروح المحبه لهذا الفريق، ولما بيكون الهم الاساسي هو الهدف يلي مخصص له او الهدف يلي نحن عم نشتغل عليه، كلياتنا عم نشتغل عليه على هالهدف، بننجح فيه. ودائما بكل مرحلة من المراحل الخطة، نحن مثلا انه بلشنا بالخطة الف، انه بس بدنا نوصل للمرحلة ب، بدنا نقيم. لما بيكون في عندنا مرحلة تقييم مستمر بنشوف وين الإيجابيات اللي كانت موجودة معنا بهاي الخطة، وين السلبيات يلي كانت موجودة أيضا يلي عارضتنا ونحن عم نطبق على أرض الواقع، بنحاول قدر الإمكان إنه هاي السلبيات إن نبعدها، ونحاول إنه النقاط الإيجابية اللي كنا عم نشتغل عليها نعززها، ونحاول إنه نبنيها للخطة المقبلة. لذلك دائما إنه تقييم أي عمل تطوعي كتير مهم، نقيم العمل ومنقيم الأشخاص، منقيم روح الفريق. إذا حدا عضو من أعضاء الفريق حقيقة، وكثير منشوفها بلعبة شد الحبل، إذا صح التعبير يعني، أو إذا حبينا نعمل إسقاط، يعني لما بيكون الكل فريق واحد عم بيشد باتجاه واحد الفريق رح ينجح، أما لما بيكون عضو من أعضاء الفريق إنه حب إنه يعمل شيء خارج السرب أو خارج إطار المجموعة، أكيد حيأثر سلبا على أداء الفريق. ودائما الفرق يلي عم تنجح فهي دائما عندها مرحلة تقييم مستمر، دائما في عندها تغذية عكسية وتغذية راجعة، ودائما بيكون في عندها مدخلات جديدة لحتى تواكب التغييرات اللي بتكون موجودة ضمن البيئة. نعم. نعم صفاء، يعني عدة مواضيع مهمة تطرقنا لها. ثقافة التطوع هي ثقافة مهمة، هي بتأثر على خلينا نقول البنية التحتية للشباب تماماً. غير البنية التحتية للبناء، شيء كتير مهم ضوينا عليه. بدنا نتشكر كمان الروح يلي عندك والقدرة، دائما طولة البال يعني مطلوبة أكيد. ومال كل اللي بيتمتع فيها. بدنا نتشكر وجودك معنا صفاء، وإن شاء الله يا رب هيك بتتعزز ثقافة التطوع لجيل واعي ولبناء سوريا المستقبل أكيد. شكرا كثير إليك، شكرا للقناة الإخبارية اللي دائما عم بتضوي على الأشياء الإيجابية للشباب التطوعي، شكرا لكل شاب وصبية حب إنه يساهم من وقته ولو بربع ساعة ولو بكلمة لحتى يكون شريك بإعادة إعمار سوريا وإعادة البناء الإنساني كمان من خلال النشاطات اللي كان عم يشتغلها، والرحمة لشهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. آمين يا رب. صفاء ديو، شكرا كثير لحضورك، شرفتينا. شكرا لك. اما هلا مشاهدينا خلينا ننتقل لغرفة الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات يلي عم تشهدها سوريا والعالم مع زميلتنا كاترين عضيمة. صباح الخير يا كاترين. صباح النور ليا. مشاهدينا موجز اهم الاخبار بعد الفاصل.
التقى والد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 في نيويورك وزيري خارجية الجزائر عبد القادر مساهل والسودان الدريدي محمد أحمد الدخيري. وشرح الوزير المعلم آخر تطورات الوضع في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب واتفاق إدلب، كما تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك وضرورة استمرار التشاور والتنسيق في الاجتماعات التي تعقد في المنظمات الدولية بما يخدم مصلحة سوريا وكل من الجزائر والسودان. كما التقى الوزير المعلم وزير خارجية قبرص نيكوس كروستو دولديس الذي عبر عن سعادته بالإنجازات التي حققتها سوريا وأبدى استعداد الشركات القبرصية للمساهمة في برامج إعادة الأعمار في سوريا. بحث وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي أفاق حل الأزمة في سوريا. وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة إنترفاكس إلى أن وزراء خارجية روسيا سيرجي لافروف وإيران محمد جواد ظريف وتركيا مولود جاويش أوغلو ناقشوا في اجتماع عقد في نيويورك أفاق إطلاق عملية مستدامة حقيقية للتسوية السياسية للأزمة في سوريا والوضع على الأرض وخاصة في منطقة خفض التوتر في إدلب. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن السلف الأمريكي والعقوبات مؤشر على فشل سياسات الحرب الناعمة التي تقوم بها أمريكا، لافتا إلى استعاضتها عن ذلك بالحرب الصلبة من خلال تبني الإرهاب التكفيري والاحتلال والعقوبات. أضاف قاسم في كلمة أن ما تفعله أمريكا اليوم هو شهادة حسن سلوك لشعوب المنطقة وللمقاومين، مشيرا إلى أننا في مرحلة جديدة هي مرحلة المقاومة ومحور المقاومة. وجدد الشيخ قاسم التأكيد على أن محور المقاومة سيبقى في جهوزية تامة لدحر الإرهابين الإسرائيلي والتكفيري ودرء خطرهما عن المنطقة. قتلت قوات النظام السعودي 3 أشخاص في منطقة القطيف شرق السعودية، وزعم متحدث باسم جهاز أمن النظام السعودي وفق وكالة أنباء النظام السعودي أنه تم رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنيا بمنزل يقع في حي الكويكب وسط محافظة القطيف، وأنهم أطلقوا النار بشكل كثيف فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ما أدى إلى مقتلهم. في خبرنا الأخير أعلن الكرملين أنه سيتأكد من صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن هوية أحد الروسيين الذين تتهمها لندن بتسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرجي سكريبا. وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الكرملين سيتحقق من صحة المعلومات الواردة في التقارير الإعلامية بشأن منح الرئيس فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا لأحد المتهمين الذي تقول بريطانيا إنه ضابط في الاستخبارات الروسية. كانت هذه أهم الأخبار، نعود لبرنامج صباحنا غير. شكرا كثير لك زميلتنا كاترين عظيمة من غرفة الأخبار. هلأ متابعين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم. ليا أكيد محطة صباحنا غير لليوم مع الحيوية النشاط رياضة الباركور يلي رح نتعرف عليها شو هي شو واقعها بسوريا مع فريق باركور قاسيون، كيف تشكل، شو الأعمار اللازمة لممارسة هيدي الرياضة ووسائل الأمان مع مدربي فريق قاسيون للباركور عمار شوباش وعمر صباحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. سعد أوقاتك. صباح الخير. صباح الخير لجميع المتابعين اليوم. أهلا وسهلا فيكم. شو هي رياضة الباركور؟ صح قلتها؟ تمام. رياضة الباركور رياضة جديدة، يعني أنا هلا تحت الهواء عم قلك إنه فسر لي وهيك، خلينا نحكيها هيك ونعرف المشاهدين شو هي. هلا رياضة الباركور لقلك شغلة تعريفها أو لمحة عنها، هي فن الانتقال من مكان لمكان، تمام؟ بأسرع وقت ممكن وبسلاسة عالية، تمام؟ فلعبة الباركور كمان فينا نسميها هي فن الهروب، تمام؟ يلي بتولد عند الشخص سرعة البديهة، بيحسن يتخطى فيها المواقف الحرجة، تمام؟ لعبة الباركور صنفت من أصعب الألعاب، تمام، الموجودة عالمياً،
وهي مقتبسة من عدة رياضات اللي هن ألعاب القوى والجمباز المعروفة بجيمستيك والجري الحر. تمام؟ فهي في الرياضة هي تتميز عن باقي الرياضات كون فيها الشخص أو اللاعب اللي بيلعبها بيتحدى فيها الجاذبية. فهذا الشيء المميز بهي اللعبة. يمكن دائما الرياضات هي متشابهه، يمكن بس الباركور هي جمعه مزيج مثل ما سمعتوا قلت لنا. تحت الهواء رح ننتقل تماما، رح ننتقل لك عمار لنحكي كيف بديتوا وكيف تشكل فريق قاسيون. طبعا بالبدايه مثل ما بنعرف احنا كانت رياضه الباركور درجت بفرنسا بعد صدور الفيلم الوثائقي اللي كان بعنوان ضاحي 13. نال هذا الفيلم كثير شعبيه كبيره بتاريخ الرياضة. فببداية رياضة الباركور نالت شعبية كثير بالدول الأوروبية. فبعد ما نالت شعبية بالدول الأوروبية انتشرت لوصلت للدول العربية من الجزائر وتونس. فبعد ما وصلت الجزائر وتونس وصلت لسوريا عن طريق الفيديوهات للاعبين محترفين أو شبه محترفين. يعني حديثنا رح نتابعه معكم ورح نضل بأجواء الرياضة لنروح نتابع بحلب مهرجان أو فعالية أحب حلب ماراثون أحب حلب مع زميلنا أنس رمضان. صباح الخير أنس. صباح النور سالي إليك ولليا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية ومشاهدي صباحنا غير بالتأكيد من مدينة حلب. مثل ما قلتي مهرجان الألوان وماراثون للألوان بعنوان أحب حلب هي النسخة الثانية للعام الثاني على التوالي اللي عم بتصير، لكن اللي بيميز اليوم هي الفعالية بنسختها الثانية أنه الانطلاق من حلب القديمة وتحديدا إذا عم نشوف سور قلعة حلب القلعة الشامخة القلعة الصامدة اللي صمدت مثلها مثل أبناء مدينة حلب في وجه كل التحديات اللي عاشتها المدينة. لذلك الانطلاق رح يكون من هون من محيط قلعة حلب باتجاه خان الوزير السبع بحرات أيضا في حلب القديمة وصولا لساحة سعد الله الجابري اللي رح يصل له المشاركين بهذا الماراثون ويكون هناك مهرجان للألوان. هو تحدي وهي رسالة جديدة سالي وليا لكل الناس أنه نقول ويقول المشاركين أنه حلب بقيت حية ورح تبقى هي وشعبها أحياء بوجه كل شيء مرت فيه المدينة. حتى نعرف أكثر عن هاي الفعالية بيسرني التقي أيمن إذا ممكن تفضل. أيمن عزيزي مسؤول الفعالية، نحكي عن أهمية هاي الفعالية، رسالة من هاي الفعالية. أول شيء نحن حبينا فريق شباب حلب التطوعي أنه بالتعاون مع وزارة السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي أنه نعمل شيء لمدينة حلب نغطي السواد اللي صار نخلي هالناس تفرح ونفرجي العالم أنه نحن يعني شعب سوريا وحلب خاصة لا يقهر، يعني شعب حي دائما. طبعا شعب حي والله إن شاء الله نقدر نقدم فرحة للناس. طبعا. الناس جاي من الصبح ما هي؟ طبعا أكيد عم ينطروا ونحن مثلنا عم ننطر. إمتى رح يكون الانطلاق؟ إن شاء الله بالإيداعش. بالإيداعش تمام يعني تمام. بعد نص ساعة من هلأ تقريبا. مرحبا. أهلين. انتي كمان متطوعين والمشاركين بنفس الوقت. طبعا اكيد حلوه اليوم يعني كثير حلوه فوق ما بتتصور. نحن عم نحاول نعمل شيء مشان البلد عشان نرجع الضحكه للناس ويعني هي مشاركه وشغل وعمل تطوعيه يعني مثل ما بيقولوا مشان الناس. شكرا. مرحبا. هي ليلة الألوان، ليش مهرجان الألوان؟ هي ألوان حتى نرجع نلون السما حلب بالفرح لأن حلب بيلبق لهذا النوع من الأفراح. حلب أم الدنيا، حلب أم الفرح من زمان ولآخر الدنيا إن شاء الله رح تتم حلبيك. مرحبا. أهلا. تمام. اليوم الانطلاق من حلب القديمة قد ايه بيعني لكم هذا الشيء؟ هلا هذا شيء كتير كبير بالنسبة لنا انه نحن كمتطوعين، يعني نحن رح نرجع السلام لسوريا ولحلب بعد ما انه هن فكروا انه خلص بطلوا الحياة من هون. لا نحن رح نرجع ورح نرجع الحياة لهون واكثر ان شاء الله. يعني مثل ما عم نشوف اذا فينا نشوف احمد عبر يعني عدسة الإخبارية السورية بلش التجمع ليا وسالي بمحيط قلعة حلب إضافة لنزلة خان الوزير في أعداد كتير كبيرة. إذا فينا كمان ناخد زاوية تانية أحمد في أعداد كتير كبيرة بلشت تصل من نحو ساعة من هلأ يعني قبل ساعة ونص من بدء الماراثون باتجاه هاي النقطة نقطة الانطلاق اللي رح يكون فيها مثل ما قلنا بداية انطلاق الماراثون أحب حلب مهرجان الألوان اللي هو رسالة محبة ورسالة سلام من أبناء حلب والسوريين بحلب لكل أنحاء يعني العالم. مشهد جميل لحلب وتحيتنا أكيد لأهالي حلب وشكرا لك زميلنا أنس رمضان كان بماراثون أحب حلب. شكرا أنس.
أكيد نحن رح نشوف الماراثون أكثر وأكثر عبر شاشة الإخبارية السورية، ولكن نرجع لعمار وعمر لحتى يخبرونا عن رياضة الباركور أكثر. خلينا نحكي يمكن من بعد ما شفتوا الفيلم، من بعد يمكن ما حبيتوا الفكرة، كيف تم ممارسة هي الرياضة وكيف تم تشكيل فريقكم اللي هو اسمه قاسيون؟ باركور قاسيون. باركور قاسيون. طبعا بعد ما حضرنا فيلم الوثائقي المشهور مؤسس رياضة الباركور بالعالم اللاعب ديفيد بيل اللي كان جندي بالجيش الفرنسي اللي حاول يعمل مزيج بين عدة رياضات بعد ما كان يمارس الجمباز والفنون القتالية تحت اسم رياضة الباركور. بعد نحن ما حضرنا فيديوهات للاعبين محترفين او شبه محترفين حاولنا ننسق او نبتكر اساليب تكون شبيهة ل هذول اللاعبين لنكون نحن ممارسين هاي الرياضة بشكل كتير متقن وبشكل يعني يقل علينا الإصابات والخطورة. فبدايتنا كنا نحن عدة شباب، يعني عددنا شيء 4 أشخاص. يعني ما في بنات بالبداية؟ ما كان في بنات طبعا، لأنه نحن أسسنا طبعا صار في فريق خاص بالبنات. هذا اللي رح نسأله كمان سؤال تاني لعقلك عمر، البنات بيقدروا يمارسوها؟ يعني طالما هي تأسست للشباب البنات بيقدروا يمارسوا الباركور؟ هلا هي اللعبة بتتميز عن باقي الرياضات انه فيها صلابة، فيها جهد، فيها تعب، فممكن البنت انه ما تنعجب بهي الفكرة. فانا بالعكس ما تنعجب الفكره كونه هي فيها صلابه وقوه، فيها تمارين مجهده يعني ليقدر الواحد يعمل هي الحركات، فانا فيها تعب، فهي بتنفر من الفكره. فانا بالعكس بحبز او بشجع البنات انه يتعلموا هي اللعبه، بالعكس يعني بتحاول تجربه جديده بحياتها، بتحاول تتحدى نفسها انه انا بحسن اطلع حركه او انا بحسن مارس هي الرياضه، وتتحدى المخاوف. هلا لو كانت ضعيفه في تمارين خاصه بتحسن تهيئها لتصير جاهزه، يعني خطوة طبعا في تمارين خاصه المدرب بتحسن تطور حالها لتوصل لمستوى شبه مع مساعدة الكوتش ممكن تطلع يعني. نعم. أما خلينا كمان نرجع نحكي كيف تم تشكيل الفريق. تم تشكيل الفريق بعد ما حضرنا مثل ما قلنا لك الفيلم، صرنا ندور على نادي مثل ما قلنا لك بالبداية هي مزيج بين عدة رياضات من الجمباز القسم الثاني، فحاولنا نحن نلاقي صالة جمباز، بلشنا في صالة الجمباز لكبر عددنا بعد ما مارسنا شيء شبيه بالفيديوهات للمحترفين أو شبه المحترفين لطورنا حالنا. فمع الوقت ما كان في إن أوقات بتسمح لنا نتدرب، كان هذا الشيء بشكل متقطع، فحاولنا نأسس شيء نحن خاص فينا، نحاول نأسس شيء خاص فينا، فدورنا على مركز رئيسي نمارس فيه الرياضة. طبعا كان المتبني الخاص لنا طبعا اللعبة لأنه ما لقى اتحاد، ما لقى داخل الاتحاد الرياضي، تبنانا الاتحاد الرياضي، تبنانا نادي قاسيون الرياضي بشكل خاص. فنحن مع الأوقات صرنا نتدرب، صرنا نطور حالنا، وعملنا صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك والإنستغرام، حاولنا ننشر فيديوهات لنا أكثر ونعرف الناس عن هاي الرياضة، ولقيت كتير شعبية كبيرة بالشام وبسوريا، لا وصلنا لمرحلة فتحنا يعني كبر نطاق الفريق وصار كبير، لو وصلنا لمرحلة كتير حلوة صار في عنا كل الأعمار وندعمنا طبعا، كان في دعم كبير لنا مادي ومعنوي. نعم. لو وصلنا لهي المرحلة. اوكي، لكن خلينا نروح ونشوف هيك جزء من التدريبات يلي بتقوموا فيها. طيب. ومنرجع. Yeah.
يعني بعد ما تابعنا التدريبات اللي عم بتقوموا فيها يمكن شفنا لياقة كتير كبيرة بدها تدريبات، خلينا نحكي يمكن شفنا انه عم يمارسوا على أرض صلبة، على أرض صلبة، هل هناك مثلا انه وسائل أمان شوي في حال لأنه حركات دورانية يمكن شفنا؟ هلا انت مثل ما شفتي الحركات اللي عم يقدوها حركات بهلوانية دورانية، فالشخص اللي عم يؤدي هاي الحركة خاضع لتمارين كتير علمية ومدروسة تمام. فمثل ما لك شايفة عم يتحدى الجاذبية بحركات دورانية بهلوانية. طبعا نحن يعني لقينا للشيء اللي يقدر اللاعب يتخطى او نقدر نخفف من صدمة الجاذبية على الارض او صدمة اللاعب على الارض، فلازم يتوفر وسائل امان تمام لنقدر يقدر اللاعب يعني نخفف من إصابته يعني تمام؟ ما ينصاب بشكل انه ما ينصاب بشكل متقن. فالمعدات المعروفه طبعا هي الفرشات المضغوطه، الترامبولين اللي هي اجهزه القوه اللي بيقدر اللاعب عن طريقه يؤدي هدول الحركات. طبعا هذا ما بيلغي دور المدرب طبعا. بيلعب دور كبير المدرب وجوده بقلب تمرينه، لانه عم يطبق حركات مدروسه، عم يحاول يبسط الفكره للمبتدئ اللي بده يتعلم هي اللعبه تمام. يعني بطريقه مدروسه مبسطه ليقدر اللاعب يستوعبها كون اللاعب مبتدئ طبعا. هذا فبيلعب المدرب دور كبير، فبيجمع بالاخير بين الاجهزه والامان والسلامه ودور المدرب اللي ليقدر اللاعب انه يطلع طبعا حركه. دور المدرب بيعاد النص الامان، لانه المدرب طبعا عم يامن الامان الكبير للاعب عن طريق الحركات المدروسه طبعا بشكل علمي يعني وفرشات الامان ومعدات السلامه. نعم، لكن يا شباب هيك نحن نتامل هيك فيما بعد انه نصور شيء لايف ويكون في شيء مباريات تصير على ارض الواقع ومنافسات مع فرق ثانيه، وكثير انبسطنا بانه نتعرف على هي الرياضه وانه شباب مثلكم هيك اكتشفتوها واشتغلتوا عليها وعم تشتغلوا على فرق كمان شبابيه. شكرا كثير لوجودكم عمار وعمر، واهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. شكرا كثير لوجودكم معنا، ان شاء الله يكون لنا استضافات ثانيه لنقدر نتوسع اكثر عن هيدي الرياضه ويكون نشاطات ثانيه مثل ما حكيت ليا يكون لايف ايضا. شكرا كثير لوجودكم معنا، نورتوا صباحنا واهلا وسهلا فيكم. شكرا يا سالي، يعطيك العافيه ويعطي العافيه لكل فريق العمل. حلتنا لليوم وصلت لنهايتها، واكيد نحن رح نبقى معكم على الموعد دائما بصباحنا غير الساعة 9 الصبح. إن شاء الله يا رب ويكند يكون كتير حلو للكل، طلعوا من البيت وتكونوا مع بعض اليوم كتير بيوم العطلة. إن شاء الله يوم مميز للكل ولإلك يا سالم. أكيد لك ليا، ويحمل كل الطاقة الإيجابية أكيد لكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث المستجدات. بقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار الساعة وعلى مدار اليوم، من أكيد مني ومن كل كادر الإخبارية السورية كل الحب لكم. تبقوا بألف خير وباي باي.